شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أيث ما يسمس لهم ربي ذا مقرن في اللون في الأول دي اسمح سيسن في ويت والسيام وثعنا وثمسلت في رمضان رمضان كني دننا يسعى الأحكام إذا السيام هذا المسلي في أنواع الصوم يعني رمضان توزع مكيث يسعى الأنواع إلى الصيام الواجب إلى الصيام المستحب إلى الصيام المكروه إلى الصيام المحرم إلى الصيام النافلة إذا السينا دنيا الأنواع من الصيامين العلماء ننهي لستة الأنواع من الصيام إلى الصيام الواجب إلى الصيام السنة إلى الصيام المستحب إلى الصيام النافلة إلى الصيام المكروه إلى الصيام المحرم يعني تنغرنا ستة إذا هذا المسلم في الصيام مزوارم يقارن الصيام الواجب. الصيام الواجب هو صيام العين، أما يعني توعين في الفكراوية يقوطن غسين التكليف مكلف يعني أثاني إلى قاضي زوم، إلى قاضي زوم صافي مني إلى يتم الصيام العين يسمى الصيام الفرض وهو يعني صيام رمضان وإذا الفرض. أي والله قلنا صيام الأداء الفرض. كذلك صيام القضاء ثاني هذا الفرض. ثم ما إلا توصل إلى رمضان يعني تشيطا سكرا واش يقول ساني رمضان نرضي عدي نرضي عدي غادي نقيار العيد اسيدي هذا يقول القضاء اني ظل فرض الا قاتي استخدمت ايوا اذا هو يقارن الصيام الفرض وكذلك من الصيام الفرض قلنا ندير الواجب الصيام الكفاره نعم كفاره الفطر اني كنت انا رمضان ما عمدا كنت انا رمضان عمدا توجب بلا كفاره نعم كذلك من صيام الفرض كفاره الظهار ويسعى لحكام وحز كذلك صيام كفارة القتل نعم كفارة القتل فكفارة وينين غان وينين غان كذلك كفارة اليمين يعني كسن القليمين اليمين حانتي ويكين مرض الفرض إلا قل عبدة نخدم إلا وثي خذيمة ريتوس مذل الآثين كذلك ثورد القسم النطني بعد مدمس لي الصيام الواجب اللي وجب ربي في الله يعني صيام رمضان قال الكفارة قال اليمين هذا كفارة القتل ويا الفرض ترى ثانيا النوع الاثنين في الصيام وهو الصيام السنة للجسد وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم يذوم في اللاس منه صيام عاشوراء السنة كذلك العاشر من محرم يعني ميقان كل صيام عاشوراء هو العاشر من محرم يعني 19 يوم كمحرم هذه السنة وكذلك التاسعة جنب وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم كنت يسجل حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يزوم أثنى عاشوراء ويرنا يومرد أكنث نزوم كذلك يتم من أنواع الصيام ها ند الصيام الواجب وبعد الصيام السنة ثورة الصيام الاثنين مقارن الصيام المستحب المستحب العبد يزوم ما يزوم يتسعى لجر ما يزوم أرى ويسعى للإثم هناك وهو المستحب الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ثلاث أيام كل شهر أتزوم ثلاث أيام كني دو يسجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنك إن النبي صلى الله عليه وسلم إنك أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام نعم صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام حديث رواه البخاري كل إمام مسلم بالنسائي ثانيا كني دو يسجل حديث من يطني ثانيا أبي قتادة الله يرضى عليه إنك إن ندوش بحسن صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان وإلى رمضان فهذا صيام الدهر كله حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وكذلك من الصيام المستحب صيام ستة أيام من شوال يعني مرضي فك شهر رمضان هذه شم شهر شعبان هذه شم شهر شوال إذن إنك العالة دي الزوميونش يعني شهر شوال رديس مباشرة في شهر رمضان إن إيش العالة دي زوم العبد ستية مني كن دو سان أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال
كان كصيام الظهر، حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ثانيا الصيام المستحب، صيام يوم عرفة، أصن عرفة كندوس الحديث أبي قتادة الله يرضى عليه، إنك سوسق النبي صلى الله عليه وسلم فس نعرف ونتزمن إنك النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يعفر بين يعني غسق السنة قبل يسدسق ديت الدون، يعني إذا العالي مليح ونتزمن عرفة. حديث رواه الإمام مسلم يقول أبو داود النسائي. ثانيا الصيام المستحب صيام شعبان، كان يدوس في السيدة عائشة رضي الله عنها ثنيك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولاش خير عن الشهر كستوقو ذيك الصيام يتزوم وتخيلا انشتن الشهر شعبان، يعني اني زمرت تزومتك شهر شعبان تزومي في دماغ مسلم. كان يدوس في الحديث عائشة فإنه كان يصوم شعبان كله. ثانيا الصيام المستحب إنك صيام يوم الاثنين والخميس، لعلي العبد ذي زوم سلسلة الاثنين والخميس، خاطيك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زوموثن، كي يدوس الحديث عن عائشة رضي الله عنها، إنك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتعسوا مليح سلسلة الاثنين والخميس، زوموثن يعني، ثني تجارة. ثني الحديث يروى سيد النسائي يقول ابن ماجه الترمذي. ثني الصيام المستحب، لعلي العبد ذي زوم العشر الأول من ذي الحجة، يعني ما ديكش شهر ذي الحجة، العالي العبد ذي الزوم 10 ايام من امجوره. ثانيه الصيام المستحب العالي العبد ذي الزوم الاشهر الحرم، الاشهر الحرم اربعه، نعم يعني بقى كنا رجب يكون ذو الحجه ذو القعده هذا محرم، يعني اربعه شهورين يقال اشهر الحرم العالي العبد ذي الزوم رجب يكون ذو الحجه ذو القعدة ثانية المحرم. بارك الله فيكم، جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.